بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقى سلاك الرام من اخر حاجه وصلنا لها في الكلام عن الريبليكيشن، واللي هنتكلم فيه دلوقتي عن خلصنا الكلام عن، او خلينا نعيد سريعا كده، اخر جزئيه وصلت لها هي تصنيع شريط جديد، تصنيع شريط جديد نيو ستراند فورميشن. ثلاث اسئله او اربع اسئله بجاوب عنهم، ايه نوع، ايه اللي بيشتغل؟ دي النيبول امريز. ايه نوع النيوكليوتيدز؟ دي اوكسي نيوكليوتيد ترايفوسفيت، وفهمنا ليه ترايفوسفيت. بعدين ازاي بيشتغل؟ ادينين مع ثيامين، جوانين مع سيتوزين، وبيشتغل في اتجاه 5 3. على ثلاث اسئله، ايه نتيجه الشغل بتاعه؟ ليدنج ستراند ولاجنج ستراند، شريط متصل شريط متقطع. طيب تعالوا بقى نبدا نتكلم في اخر خطوه وهي كالاتي. تعالوا بس الاول نتخيل الشكل النهائي، الشكل النهائي اللي وصلنا له الى الان. احنا وصلنا الان الى ايه؟ الى شريط مليان برايمرز. ماشي، سيبكم من دي، يعني سيبكم من دي لحظه كده، تغفلوا عنها، خليكم معايا. احنا وصلنا لشريط معاه برايمرز، شريط كده عباره عن قطع برايمرز وجنبها دي ان اي بوليمريز، او يعني جنبها قطع الدي ان اي، برايمر جنبه دي. طبعا ليه بقول برايمر ودي ان اي؟ لان البرايمر ده ار ان اي، ماشي، فكان بقول ار ان اي وحته دي ان اي، الشريط اللي بيتكون جديد حته وحته، تمام، حته وحته حته وحته، تمام. طيب فمحتاجين نعمل ايه؟ اولا اول حاجه نعمل خطوه اسمها اكسيجن اوف برايمر، نشيل البرايمر. مين اللي بيشيل البرايمر؟ دي ان اي بوليمريز تايب 1، ده اللي بيشيل البرايمر، اللي هو ده بيروح بكل بساطه يشيل البرايمر ويعوض مكانه بالنيوكليوتيد دي ان ايه يا جماعه. يعني مثلا ايه؟ وليكن مثلا البرايمر ده كان ادينين يوراسيل سيتوزين مثلا، فهو يشيله ويقوم يعوضه بايه؟ ادينين ثيامين سيتوزين، فيخليه دي ان ايه. يعني قصدي هو هيشيل الار ان ايه، الدي ان ايه بوليميريز تايب 1، هيشيل البرايمر ده، اتشال معاه، شال البرايمر وخرج بيطار مع السلامه، ويعوض مكانه الدي ان اي بوليميريز تايب 1، يشيل البرايمر ويعوض مكانه بس برضه ما زال في مشكله. ايه المشكله؟ ان دلوقتي بقى في قطع جنب بعضها، دي قطعه ودي قطعه، هل متحدين مع بعض؟ لا، في بينهم فاصل، في هنا جابز، في هنا فواصل، جاب في هنا فواصل، الفواصل ديت لازم تتلحم مع بعضها، وده يجي دور الانزيم الاخير هنا اسمه لايجيز. لايجيز يعني لايجيشن، يعني رسمه رسم قلب، ده شكل قلب ده، تمام، ده اسمه لايجيز. ليه لايجيز ورسم؟ ليه انا رسمه كده؟ ده بكل بساطه يروح يلاقي الشريطين بعيد عن بعض. ليه انتوا بعيد عن بعض؟ متخاصمين، زعلانين، طب حبوا بعض، قوم ايه، يلا يا جماعه امسكوا في بعض، تمام، لايجيز، تمام، لايجيشن، اتحاد، ارتباط، بيربط الشريطين مع بعض. ويمشي بقى على هذا الاساس، يمشي بقى بمكان الدي ان اي بوليميريز، يشيل البرايمر ويحط مكانه قواعد، ويجي اللايجيز يلحمهم مع بعض، يشيل ويحط مكان ويلحم، يحط بداله ويلحم، خلاص. على كده قصه اكسجين اوف برايمر، اخر خطوه في الريبليكيشن انه يشيل الدي ان اي بوليميريز، يشيل البرايمر، ونلزق، يقول لكم كده سيل ذا جابز، المصطلح ده تسمع تقراه كده سيل ذا جابز، يعني يلحم النهايات البعيده عن بعضها، تمام. طيب اراجع تاني سريعا خطوات الدي ان اي ريبليكيشن. اخر حاجه وصلت لها هي الشكل ده يا جماعه، اخر حاجه وصلنا له ان الريبليكيشن ماشي في الاتجاه ده كده. طب لازم ما تنسوش ان احنا في مقابله في هنا كمان ماشي كده، بس احنا رسمنا ايه؟ رسمنا جهه من اثنين، احنا في الاول اتفقنا على كده فكره باي دايركشنال. طيب بيفضل ماشي بالاتجاه ده كده بالشكل ده، والشريط ماشي وراه بيتكون، وفي الاخر يوصل للشكل النهائي انه نسخه من الدي ان ايه، نسخه رقم واحد ونسخه رقم اثنين، نسختين من الدي ان ايه، ادي نتيجه الريبليكيشن. خطوات الريبليكيشن تاني سريعا كده، اقولهم سريعا تاني عشان لو حد سقط مني، بس نمسح السهم ده ونروح نجيب خطوات الريبليكيشن من البدايه. اول خطوه في الريبليكيشن هي نفصل الشريطين عن بعض، بنشتغل ثلاث حاجات، اقول سريعا مجرد مسميات، مش هشرح حاجه، اقول مسميات عشان خاطر الكلام يتجمع في السريع. اول خطوه هي ستراند سيبريشن، افصل الشريطين، بيعملها ثلاث انزيمات، هيليكيز وديستابلايزنج بروتين او سنجل ستراند بايندنج بروتين وتوبو ايزوميريز تايب 1 وتايب 2. بعد كده بيجي فصلنا الشريطين، يجي بعد كده انزيم او حاجه اسمها البرايمر. البرايمر وظيفته انه بس يحدد مكان البدايه، بيكونه البريموزوم. البرايمر بعد ما يرتبط فيه الدي ان اي بوليميريز عند الطرف ثلاثه يبدا يبني الشريط الجديد، بيبني واحد بشكل مستمر وواحد بشكل متقطع، اسمي المستمر ليدنج، المتقطع لاجنج. بعد ما الدي ان اي بوليميريز بيخلص شغله، بيجي الدي ان اي بوليميريز تايب 1 اللي فات كان تايب 3، دي ان اي بوليميريز تايب 1 يشيل البرايمر ويعوض مكانه، يشيل البرايمر ويعوض مكانه، يشيل البرايمر ويعوض مكانه، ويجي انزيم اسمه لايجيز يلحم النهايات دي مع بعضها، يوصل النهايات مع بعضها. ادي كده قصه الريبليكيشن بهذا الشكل، الانزيمات شغاله مع بعضها لحد ما في الاخر اوصل للشكل ده، شريط نسخه واحده من الدي ان اي بقت تحولت الى نسختين من الدي ان اي، تمام.
طيب انا كده خطوات الريبليكيشن، هرجع بس سريعا هنا لمعلومه في النص هنا بعد يعني اثناء بعد خطوه هتقراها في هنا دي، بعد خطوه نيو ستراند فورميشن في معلومه هتعدوا عليها اسمها النيوكليوتيد انالوجز، خدوها ان بي يا جماعه، يعني خدوا الفقره اسمها النيوكليوتيد انالوجز دي ان بي. بصوا يا ساده الكرام، ده شريط الدي ان ايه اهو، وهو بيتبنى كده قاعدين نبني عليه نسخه هنا ونسخه قبالة في الجهه الثانيه. الدي ان ايه بوليميرز عمال يضيف نيوكليوتيدة نوعها ايه، اتفقنا دي اوكسي نيوكليوتيد تراي فوسفيت، نوع السكر اللي هنا ايه، دي اوكسي رايبوز، دي اوكسي رايبوز، بضيف نيوكليوتيد نوع السكر دي اوكسي رايبوز، بضيف نيوكليوتيد نوع السكر دي اوكسي رايبوز، عمالين نبني كده. يبقى وحده البناء الطوبه اللي بيبني بيها اسمها دي اوكسي رايبوز. بكل بساطه في مركبات اسمها النيوكليوتيد انالوجز، هي شبه النيوكليوتيدز ولكن بدل ما بتحتوي على الدي اوكسي رايبوز بتحتوي على ارابينوز. ارابينوز تمام، انتوا طبعا انتوا اشطر مني تعرف الارابينوز تركيبه بتاع، مش مهم اعرف الاستراكشر بتاعه اصلا، الفرق بينهم بس كان في او اتش على الشمال بس، ما علينا. يعني ده عنده اتش يمين ده اتش شمال، ما علينا. فالنيوكليوتيد انالوج بكل بساطه قصتهم ايه؟ لما يبقى النيوكليوتيد بتحتوي على سكر ارابينوز بدل الدي اوكسي ريبوز ديت كده مش نيوكليوتيد، ده شبيهه بالنيوكليوتيد. فبتشتغل ازاي؟ الدي ان ايه بوليميرز شغال اهو، شغال عمال يضيف دي اوكسي ريبوز دي اوكسي ريبوز، وقام ضايف واحده فيها ارابينوز، دي كده توقف الريبليكيشن، توقف الريبليكيشن يا جماعه، طوبه ووقفت في طريقه، مطب، كانه مطب وقف في طريق الايه؟ الدي ان ايه بوليميريز. تمام؟ طيب فالقصه كلها وما فيها ان الدي ان ايه بوليميريز اذا اشتغل وقام ماسك بدل ما يمسك نيوكليوتيدا من النوع الطبيعي، قام ماسك نيوكليوتيدا فيها ارابينوز، هيحصل ايه؟ يحصل ترمينيشن للريبليكيشن. ما هي سؤال الناس الشاطره، ايه الخليه اللي في جسم الانسان او ايه الخليه عموما في اي مكان انا عايز اوقف تضاعف الدي ان ايه جواها هي مين؟ اجاوب بنقطه ثانيه او بطريقه ثانيه، ايه الخليه اللي بتنقسم بشكل مجنون وبالتالي عندها تضاعف دي ان ايه بشكل مجنون وبالتالي انا محتاج اوقف التضاعف ده؟ هي المثال المنطقي الكانسر، او الرد الطبيعي على السؤال ده هو الكانسر. تمام؟ خلايا السرطان، خلايا السرطان بكل بساطه بالظبط هو الكانسر، الكانسر بكل بساطه خلايا بتنقسم بشكل مجنون وبالتالي الدي ان ايه بيحصل ريبليكيشن بشكل مجنون، فانا بروح اعطي ادويه بتسمى انتي كانسر دراجز. الادويه دي كل قصتها كل فكرتها هي بتحتوي على نيوكليتيدا ارابينوز، فيجي الار تخش جوه الخليه، طبعا الشخص بياخدها بقى باي طريقه كانت اي في بتاع ما علينا، المهم يعني بتخش في جسمه تخش جوه الخلايا، هتبقى تارجت هتروح اكتر على الخلايا بتاعت الكانسر، خلايا الكانسر تبلعها، تيجي تعمل ريبليكيشن تقوم يحصل عندها الحركه دي توقف الدي ان ايه جوه خلايا كانسر، يبقى انا موتت الايه؟ موتت الايه؟ الخليه بكل بساطه. خلاص يا جماعه ادي كده قصه النيوكليوتيد انالوج، هتاخدوها لو سمحتم دي فقره كده بقى في اثناء في الكلام عن هي كده وقفت خطوه ايه؟ الفورميشن او الالونجيشن او النيو ستراند فورميشن، دي الخطوه اللي وقفت، فدي دي ان بي عن المعلومه ديت يعني. طيب انا كده خلصت بفضل الله كلامي عن الريبليكيشن، ارجع تاني للسلايد السلايد المجمعه. السلايد المجمعه تاني. اهي. اتصور تاني سريعا كده انا قلت ايه؟ بكل بساطه بدات الكلام عن دي ان ايه ريبليكيشن. اول حاجه بدات بالكاركتر سيمي كونزرفاتيف باي دايركشنال دي ان ايه بوليميريز، هرجع بقى دلوقتي للسلايد ديت نوضحها. بعدين بدات اتكلم عن الخطوات ستراند سيباريشن ار ان اي برايمر فورميشن نيو ستراند فورميشن اكسيشن اوف برايمر. بعدين بدانا نتكلم عن الخطوات بالتفصيل، ستراند سيباريشن ازاي افصل الشريطين، ار ان اي برايمر مين اللي بيكونه، ايه هو الار ان اي برايمر، نيو ستراند فورميشن ازاي بيتكونوا الشريطين الجداد، نيوكليوتيد انالوج اكسيجن اوف، طبعا دي المعلومه لان بي اللي قلنا هنتكلم عنها، وبعدين اكسيجن اوف برايمر اخر حاجه وصلنا للشكل النهائي اللي هو نتيجه الايه البرايمر. طيب تعالوا نرجع للسؤال اللي هي اللي في الاول انا عديتها، ارجع اوضحها سريعا بقى دلوقتي هتبقى سهله جدا بقى. انواع الدي ان ايه بوليميريز في البروكاريوت ثلاث انواع، تايب 1 تايب 2 تايب 3، اللي هي يعني اللي احنا كنا بنشرحه دلوقتي بتاع البكتيريا، بتاع الانسان ما يختلفش عنه حاجه غير في مسميات الدي ان ايه بوليميريز فقط ماشي، وبعض البروتينات يعني بتاع الانسان شويه معقد عن البكتيريا طبعا. فالبروكاريوتس عند التايب الدي ان ايه بوليميريز تايب 1 ده اللي بيشيل البرايمر، خدوا بالكم حته البرايمر ريموفال ديت الحته دي مش مكتوبه صراحه في السلايد دي في مكانها في الكتاب، مكتوبه قدام بس ما علينا، ادينا عرفناها وادينا علقنا عليها. امال المكتوب عندنا ان ار ان الدي ان ايه بوليميريز، ودي معلومه صح مش غلط ولا حاجه مش بغلط الكلام، انما الفكره ان في معلومه كمان مش مكتوبه انا زودتها بس، دي ان ايه بوليميريز تايب 1 ليه دور في الريبير، ايه الريبير؟ حصه بكره ان شاء الله او الحصه الجايه يعني باذن الله. دي ان ايه بوليميريز تايب 2 انون يعني مش معروف وظيفته،
طبعا ده على حسب عندكم، في كتب تانية مكتوب وظيفة عادي. دي ان ميمبرين تايب 3 ده المسؤول عن الريبليكيشن اصلا، ده اللي بيكون الشريطين. في الايوكاريوت الموضوع لا اكتر غير من كده، الفا بيتا جاما، وزي ما اتفقت في دلتا وابسلون، بس ما علينا. الالفا ده اللي بيعمل الريبليكيشن، او ده المسؤول عن الريبليكيشن في الدي ان ايه اللي جوه النيوكليوس. احنا اتفقنا الايوكاريوت عندهم نيوكليوس جواها دي ان ايه، وعندهم ميتوكوندريا عندها دي ان ايه. فالدي ان ايه اللي جوه النيوكليوس بيحصل له ريبليكيشن بالدي ان ايه بوليمريز الفا. الدي ان ايه بوليمريز او الدي ان ايه اللي جوه الباك الميتوكوندريا بيحصل له ريبليكيشن بالدي ان ايه بوليمريز جاما. يبقى الريبليكيشن في الميتوكوندريا بيعملوا الجاما. امال البيتا ريبير، البيتا في الايه؟ في الريبير. ايه هو الريبير؟ بكل بساطه اثناء عمليه الريبليكيشن لما يحصل غلطه نصلحها، تصحيح الاخطاء. وده ان شاء الله حصه ثانيه هنتكلم عنها فيما بعد. خلاص يا دكاترتنا الكرام، كده بفضل الله انا خلصت كل الكلام اللي على الريبليكيشن. بنتكلم تقريبا ده 7 صفحات عندكم او حاجه زي كده، كل قصه الريبليكيشن بفضل الله كده انتهينا منها الحمد لله رب العالمين. اي اسئله؟ خلينا نوقف الريكورد بس، اي اسئله اتفضلوا.